قعد يقول لك بقى انقذوا سوريا من النظام القمعي، نفس اللي بيحصل في فيلم ديل الكلب، ويرجع يقول لك الجيش السوري بيقتل المدنيين والمعارضه سلميه في سوريا. الله، ومنين تقولوا معارضه سلميه؟ ومن شويه كنت بتقولوا المعارضه المسلحه، هي مسلحه ولا سلميه؟ شغال مخك. المعارضه المسلحه السلميه اللي بتصرف عليها من امريكا ديت ملايين، يعني البنتاجون بذات نفسه اعلن من 6 شهور انه صرف 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري بيدربوهم في تركيا. يا لهوي بالي، 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري؟ يعني لو حسبتها يبقى 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري، يعني كل واحد معارض يطلع نصيبه حوالي 2 مليون دولار. احسبها كده معايا، 500 مليون على 3000 معارض اضربهم في خالد علي، تطلع منهم الجذر التربيعي للبرادعي، واقسمهم على خدود ايمن نور يبقى 300 مليون، زود عليهم قطه في عمرو حمزاوي هيبقى، ومعانا حمدين من الاول يطلع 2 مليون حمدين. اها زي ما انتم شايفين المعارضه في سوريا بتاخد ملايين الدولارات وبيحاربوا بالسلاح الامريكي والتركي، وفي الاخر يقول لك سلميه. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب، شغل مخك واعرف. بس الشعب المصري بامانه ربنا بقى مشغل مخه على طول وفاضلهم للامانه، ما بقاش يصدق اي حاجه في الاخبار. ده احنا شعب جبابره برضه زي الاول. ايه الدرق يعني؟ ما خلاص الموضوع خلص. الجزيره عارفه كمان انها فقدت مصداقيتها وان ما بقاش ليها اي تاثير زي الاول. والدليل عشان تعرفوا ان احنا شعب جبار والله العظيم، الصبح يوم ضرب حلب افتح كل القنوات اللي تبع امريكا كله بيروج لجمله واحده: بشار يقتل الاطفال، بشار يقتل الاطفال. وفجاه لقينا هاشتاج قد كده اهو نازل ملاهلي بالفيس: حلب تحترق، حلب تحترق. على بالليل لقينا المصريين عاملين حملات توعيه في كل مكان، وقبل الناس ما تنام كانت كل مصر فاهمه الفيلم. راحوا المصريين برضو عاملين هاشتاج قد كده اهو وكاتبين: يسقط الارهاب وتحيا حلب. هرقوا لهم اللعبه من الاخر، احنا جبابره يا جماعه. سوريا دي امننا القومي مهما اختلفنا معاها في سياستها. انا شخصيا في حاجات كتيره من سياسات سوريا وسياسات بشار ما كنتش موافق عليها ومش موافق عليها، بس ده اقليمنا الشمالي واحنا بالنسبه لهم اقليمهم الجنوبي. لا يمكن ننسى في العدوان الثلاثي على مصر سنه 56 لما ضربوا اذاعه القاهره، بعدها ب5 دقائق كان العالم كله بيسمع الاذاعه السوريه وهي بتقول: هنا القاهره من دمشق. واحنا دلوقتي ما عندناش غير نفس الكلمه: هنا سوريا من القاهره. السؤال الاكبر اللي بنساله بقى: لو الاسد اتشال انتوا مش عارفين ايه اللي هيحصل في سوريا؟ اسرائيل هتحتل دمشق في 3 دقائق ورحمه امي في 3 دقائق، وهو ده اللي متخطط. ويلا بقى نقولها ورزقنا على الله. وبوتين قالها لهم: مش معقول اصلا. قال لهم: يعني ايه هنشيل اسد عشان نجيب قرد؟ مش ممكن يعني. انتوا لسه لغايه دلوقتي كل ده مش عارفين تفرقوا بين الجيش السوري العربي اللي بيدافع عن ارضه وبين الارهابيين اللي بيموتوا في بعض. ده الارهابيين قبل ما يطلع بشار وكل واحد فيهم ماسك سلاح للتاني. لسه في جهله وخونه ومغيبين عاوزين يوقعوا سوريا ويهدوا الجيش السوري. وبعدين معارضه ايه للنظام السوري اللي ثلاث ارباعهم شيشان، انجلترا، تونس، مصر، السودان، فرنسا، السويد، المغرب، تركيا؟ الله. ولما بيتصابوا بيروحوا يتعالجوا في اسرائيل. معرفش بتتكلموا في ايه وبتجادلوا في ايه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي باع بلاده وفتتها، سيان كان جاهل او خاين، كله كذب وتزييف. ولسه ما هنشوف. بص، لو سبت نفسك وعقلك يا حبيبي لصورهم وفيديوهاتهم وبهزبكهم واعلامهم وصدقتهم، هيجي اليوم اللي هتفتح عينك على الحقيقه المره وتتصدم صدمه عمرك لما تعرف ان كل النضال اللي بتشوفه ده كان كذب. كل حاجه طلعت كذب. الصور في الاخبار كذب، الفيديوهات في النشرات كذب، المعارضه طلعت كذب، حقوق الانسان طلعت كذب، اقسم برب العزه طلعت كذب، وعزه جلاله الله طلعت كذب، الكلام عن الحريه والسلام كذب، رفض التطبيع والكلام عن العدو الصهيوني كذب، علاء الاسواني كذب، خالد مروحه كذب، جميله شامبر كذب،